وزير التشغيل قال الدولة غير قادرة على انتداب 80,000 عامل من عمال الحظائر و 63,000 من أصحاب الشهيد العليا المعطلين عن العمل. شنو رأيك؟ شنو مصير؟ شنو يا خو بشا؟ معناها باش يخدم لك أنت برشا من الناس، مش عندك مشاريع باش تخدمهم، فما حد شيء معناها، فهمتني؟ قال يعني 80,000 يعني 80,000 عامل من عمال الحظائر و 63,000 من أصحاب الشهيد العليا. الدولة مش قادرة باش تخدمهم وين باش يمشيوا هذوما، شنو هو مصير؟ عندهم الحق، معناها أنا واحد من الناس، معناها كان جيت عندي شهيد عليا وكذا، ولا ربي تونس لا نحط فيها صاحبي ساقي، أقسم بالله. أنا خامن ريتش نحط 3-4 باكويت في يديا، تونس وخذها باي باي، سلام، بطاقة تعريف وباسبور، الدنيا كنت في 12%. تونس تخدم طموح من الآخر، ما عندك ما تعمل. هذا جديد، معناها الشيء هذا مش جديد، هما ما تلفتوناش، الدولة من آلاف السنين باش يتلفتوا تو. ما خلينا ما غير خدمة كيكا كيما قال لك، واحد يمشي يحرق يمشي يهمل ما عنده شيء، هاكا سرقوه هزوا ما هزوا ما خلاونا كيكا زويون، جات الكورونا غزر العباد مطيشة، عباد ما لقاتش تاكل من الآخر، إيش تحبنا نعملوا معناه؟ يا يقعد لك في تونس يعمل لك البراكاجات وينطر لك وندرش يعمل، يا يحرق يهز روحه ويحرق يمشي يشوف يدبرش راسه في الأوروب، إيش عنده يعمل بالله في تونس؟ والله بالنسبة للموضوع هذا والله ينجم يصرف فيه، ينجم يخدم الناس الكل، ينجم يشوف عمال الحظائر ينجم يخدمهم، ينجم كما قلت لك صحاب الشهيد العليا حطهم ينجم يخدمهم في حالة برك. صحيح توا الدولة احنا دولتنا كيف خارجة من مرض الكورونا واقتصاد طايح شوي، أما فما حكاية لازم نشوفها، كانوا ينقصونا شوية ماك السرقة وكل هزان اللي دين على الفلوس، وتحاسبوا الناس اللي خنبت الفلوس وتحاسبوهم قانونيا بامور قانونيه، تو تونس تولي لاباس عليها وتولي امورها طيبه 100% وما صار شيء، والناس الكل تخدم والناس الكل تمشي وامورها طيب. اما شنو هو تونس مازالت فيها سرقه، تونس مازالت فيها تخنب من تحت لتحت. نعطيك انا مثال، حقول البر متطاويه، بترول، فوسفات قفصه، نعطيكم الملح نتاع جرجيس، الملح نتاع جربة، البورة ميناء، الميناء نتاع جرجيس الآن هكا ينجم يدخل مليارات، يخدم قرابة نقول لك مثال 500 مواطن، فهمتني؟ كان ينقصونا شوية من الخنبة، تو بحول الله قسم بربي والله تونس متولي عز دولة. يحبوهم يشدوا الطريق ويشدوا الزاتلة ويشدوا الدروغ وياكلهم البحر، هذا مش شنو يحبهم. وزير التشغيل ما ثماش تشغيل وكهربت تسوى 600-700 مليون. تجي الطالب بالخدمة نتاعو وتهز السي في نتاعك من بلاصة لبلاصة لبلاصة ما يقبلوش. وقت اللي يجي هما يجي رئيس الحكومة وزير تجهيز انتداب مستشار برتبة وزير، انتداب مستشار برتبة ما عرف شنو، يخلص فيها مئات الملايين والداخلية تحمي فيهم وكراهة، بعدين كي تجي أنت الطالب بخدمة يقول لك لا راه ما ثماش. يا خويا أنت شنو اسمه هو؟ وزير التشغيل. لازمك تلقى حل، تحب ولا تكره لازمك تلقى حل. يا خويا شوف لنا حل، أنا والله واحد من الناس عندي جمعتين ندور بالسي في نتاعي من البلاد لبلاد، وباش نحكي لك حاجه صغيره، مشيت لانجينيور في سوسيتي، بقينا زوز عملنا اونترتين 10 من الناس، بقينا زوز، بقيت انا وطفله، فهمتني ولا؟ حاصيل انا دومين يجيني سيفيل امور كفراج وكذا، كنت تير ترافو. وقت اللي حكينا معاه وعملت اونترتين جاوبت على الاسئله الكل، قلت هي الطفله ليه وليه، ثم اسئله ما جاوبش عليهم خاطر دومين انا سير شونتيي، فهمتني ولا؟ وقت اللي عملنا ريكروتمون اش قال لي حاسب رايك؟ قال لي برجو ليا حاشي بالبروفيل نتاع طفله مزيان وكذا يا معلم راني باش ندخل لك فلوس، راني راهي خدمتي راهي ناس يصير شونتي باش نوقف لك على الملايين نتاعك. علاش يحكي الموضوع هذا؟ قال لك حاشي بروفيل نتاع طفله مزيان وكذا. سامحني يعني بعد لونتريتيان بعد الاختبار وانت تغلبت عليها يعني حتى كتابيا قال لك لا حاجتي ببروفيل طفله. بروفيل نتاع طفله مزيان وكذا وكذا. ما هو من الاول تعمل ريكروتمون نتاع طفله بشد كبير والله يمكن، وما ريسبسيونيست وكذا يمكن كليونيت وكذا، اما معلم راك سيرتي راه مش تخدم، راه مش ندخل لك فلوس مانيش جاي باش يعني هذا يفسر واقعنا اليوم يعني. شوف ريت المجتمع التونسي ديما يحكي لك على مشاكل السياسيين ومدري شنو، مش قلت الشعب، ريت الشعب من اوله لاخره شعب فاسد. جيب حكومه من استراليا ولا جيب من سويسرا حكومه والله لا تنجحها في تونس، خاطر شعب فاسد. مقدم في 10 كونكوريات راهو في تونس صح؟ ديما نوتروفز خاطر تمشي ديما بالمعارف. قدمت في كونكور وكالة الحرس، قدمت في كونكور في السونيت، في ستيك، قبلت في
نتاعك المطارات ولا قدم في كل الكل تمشي كلها بالمعارف وكلها بالفلوس وكلها بالواحد يكذب عليه راهو الشعب اصله السياسه نتاع الشعب هذه لازم يتعاون. علاش الكورونا هذه احسن حاجه صارت في الدنيا هي الكورونا؟ علاش خاطر توفى الكورونا يجي وقت توفى الدنيا راه العباد كل باش تحاسب العباد تتحرك هذه كل راه باش تحاسب كل على فعايلها. انت سرقت لي خدمتي ولا عملت كذا باش تحمل مسؤوليتك راه نخدم مع عملت اونتريتيان وقبلوني في سوسيتي في ما نحبش نسمي الاسم احتراما اللي هو يعمل يعطيك سالير 350 دينار كنت نخدم مع سلمك العمري ناخذ في 750 وفي 800 تكنيسيان خادي السيفي قال يعطيك 350 دينار يدي عبيد يدوك في حق الخدام وحق التكنيسيان وحق الاوفري يا ودي ريتها يجي الوقت تحاسب الناس الكل هكاو الدولة التونسية هذه مش تقدر تخدم العبيد هذه الكل ومصيرهم الالياف هذه كل اللي عندهم شهاد العليا قاري عليها ومصروف وكل شيء العبيد صرف عليها ولداها ما صار الانحراف السرقة زادت تحت الحيوط وشي ما ايرها الكل هذه الكل يا حرقة يا باش تموت في الارهاب هذيك هي واحد توش يجي يعطيه فلوس يقول له هيك فلوس برا من اللي نحب عليه بتبيع بشي وافق هذيك يحب على كراب يحب على دار يحب على خدم يصرف على هم وبيو وهم وبيو صرفوا عليهم واللي هو صغير وقروه وكل شيء هذاك هو يزم يرجع عليهم الفضل نتاعهم يزم حتى هو يعطيهم على الاقل ربع من اللي عملوه معاه مش باش ينجم وزارة التنسية هذي وزير التشغيل اذا ما يحكي مع دنيا اخوي الواحد يجي باش يعطي باش يعمل قرض باش يعمل به مشروع يسهل له انت في القرض هذاك يسهل له في المشروع يعاونه اخوي على الاقل شويه على الاقل مش تسكرها في وجههم ما عندناش فلوس وكيف ما قال قبيله الراجل مشيت باش نخدم ولا الافضليه هذيك هي تونس راه الافضليه اللي عنده الاكتيف هو اللي باش يخدم ما عندوش مش باش يخدم راه والزويه اللي قدام تحت الحيوط كان ولد السفليان ولد السفليان باش نخدم كان ولد الواحد زبيبلي ولا من غير ذكر الواحد المهنه اللي غالب نحن باش نبقوا تحت الحيوط وشوفت الواحد ما ندخل داخليه كيفاش مهمشه ياك التوانسه هما في روحهم تو التوانسه بلاد التونسيه الولايه التونسيه هي المهمشه تو تبارو شوفوا العباد كيفاش تعاون في بعضها في الواحد في المنطقه الداخليه كيفاش تعاون في بعضها نشوفوا انتم تو تطاوير صاير فعلا جل الخدمة يشوفوا الامن كيفاش يضرب فيهم يسهلوا العباد تخلي تخدم عطاها قروض على الاقل يعطاها مواطن شغل صغير على الاقل حتى حانوت باش تخدم فيه باش يسهل به شيء التونسي دولة تونسية ذي مش عامل مش ناوي تلوجين على حلول برا احرق اعمل اللي تحب اعمل انت في بالك اسرق ونمش حطك في الحبس نعمل بيك الحبوسات كان يسرق وكا هو نقصوا شوي من السرقه وكان يحبوا ينقصوا بالحق كل وزير ولا كاتب ولا واحد بشد منصب اعطيه دوسيه وش عنده وش يملك وش ما يملكش بعد ما يخرج عاود يحاسب كان هز اكثر حق كان ما هزش وين سايبه على روح السيد الوزير هذا سيدي ذا بالحاج معاش بالحاج هو القبه نتاعو شنو لو كان قبل في المعارضه يعني نسمعوه في المعارضه توا ما عندهاش حتى معناتها مده قبل كورونا في المعارضه اسمعوه يا عباد الناس الانسان هذا ايش قاعد يحكي اسمعوه في المعارضه يعني عنده حلول عبقريه وعنده كذا وعنده كذا وقابلني شخصيا انا لهنا في القهوه ذي وحكى معايا ويحكي في الشارع ومشعبي وانا شعبيه وكذا وطنيه وكذا انسان هذا ما يعرفوا كان المعارضه للمعارضه اذا تحطهم انت في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المسؤوليه تبين حقائقهم وتبين انسوم الناس هذوما ما عندهم مش حتى افكار ما عندهم مش حتى شيء سيتو حركه الشعب انا نتهمها مباشره حركه الشعب لانها ليست لديها حتى وطنيه وتدعي بالوطنيه وتدعي بالقوميه العربيه وعندهم طريقه عبقريه لصناعه الديكتاتوريه يحبوا الانسان ويحبوا البشر كي نحن نقدنا رئيس جمهوريه قالوا لنا لا ذاك خط احمر عليه خط احمر يا اخي جاي منزل من السماء هو مش منزل من السماء ما فماش واحد بعد الثوره ما فماش واحد فهمتني فوق القانون ولا فوق فماش خط احمر هذا وقت جاء نشوفوا فيه في فرنسا ماذا فعل لنا مزبنة مزبيل معناتها انسان طيح بينا وكل شيء بالنسبه للمشاريع اذا يحبوا كما السيد يتكلم فهمتني السرقه نهبت البلاد يا راجل انت توا في الكورونا الناس ما لقاتش باش تاكل والراجل عامل مناوله نتاع الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط لانجات ويتصور في 40 ولا ما نعرفش قداش من مليار هذه وطنيه وهذه انسانيه اصل يعني انت تحل المناوله في الوقت ذاك اللي هي كنا نتفهم اتفقنا فيها اللي هي مسكره انت تحلها على خاطرك انت يعني انت مازال عندك وجه اصلا
مازال عندك وجه. شنو مصيرهم اليوم 63,000 و80,000 شنو مصيرهم؟ والله اذا يحبوا هما اذا يحبوا خاطر ايش نقول لك، هو شنو قوتهم فاش؟ قوتهم في المزايدات، هذا يكسر في واحد والاخو يكسر في واحد والاخو يحطم في واحد وحزب يحطم في واحد، هذا كيفاش لاهين به؟ اس عليهم 10 سنين ماذا فعلوا؟ يكسروا في بعضهم وهو من هنا سبوتاجات وتوقيف واتحاد شغل من غادي والاخو مع اتحاد شغل والاعلام وكذا، هذوما هما فاش توا قاعدين ندوروا في نفس الحلقه والشباب ضايع. شباب هذا يقول لك شباب ما شباب ونحن نحبوا الشباب، الشباب ضايع يا رسول الله. تو عندنا شباب كيف نكايب بالله في الفاقص ما عادش عنده رؤيه، ما عادش عنده مستقبل، ما عادش يحب يعرس، يحب يجيب اولاد، يحب يخدم، ويحب كذا ويحب كذا، ما عادش عنده ثقله في نفس الوقت، في نفس الوقت هذا يقول لك وطني ونحب وطني ونحب وطني. الى متى السيد هذا باش يواصل بالمسيره هذا؟ ما هو باش ينجم يولي عنده غلو، يولي عنده كذا، يولي عنده كذا انحراف كذا. الى متى؟ الى متى؟ اذا بسكر السدود قدام شباب صغير حبوا نحن عرسنا عملنا دار ولباس وكذا، اما هم يحبوا يعيشوا في حياتهم. بالله بنحب نرد كلمه على السيد اللي قبلي اللي قال لي كرهت تونس. لا صاحبي بنقول لك كلمه برك، تونس ما عمرك ما تكرهت، بلادك بلادك، تدور وتدور وتدور وترجع لبلادك مهما كانت وصف. تو اني تطاوين واكله بعض، درابو نحيناهش ما نحوش، شنيه خطر بلادنا صاحبي هيك. هاكي انت كي تخرج من بلادك قلبك يغص عليه، هاكي تونس ريتها تونس بالدم، ريتها بالدم ما نبيعوهاش. حني ضربت بن قردان وريتها كيف ارهاب كرتوش مع اللمن وخر راه قال لك كرتوش، قلنا لا لا حني معاكم للموت، تعرفش معناتها للموت. لقينا ستورنا ريتها صدرنا لقاها الكرتوش على خاطر بلاد، فهمني. اما نقول لك كلمه بركه، راجع صاحبي راجع الكلمه اللي قلت، رب بلاد تونس ماشي رخيص. انت رغم كل شيء تحب تونس وتعشق تونس ومع تونس. بالطبيعه صاحبي، تونسي حر للدم زاد، ونضرب على تونس باللي عينك باللي عينك، ريت الصباح نضرب على تونس. ما نبيحاش بلاد بلادي بحول الله ما نبيحاش. بالله حبيت نوصل ميساج براس والديك، براس والديك تطاوين تطاوين، شوفوا لنا حل صايي، رانا بلعنا صايي. كلية الطب في ولاية مدنين نسمعوا فيها من 2010 ولا قداش، مرينا منها شيء، منها جرجيس ما هنا مرينا منها شيء، ملحمة بن قردان 7 مارس نذكرها لكم، وقفت عباد ثريس وقفت، لقت ظهر الكرتوش، مئات جنود ماتوا، شهداء، شهداء تونس. علاش؟ لخاطر تونس يحبوا بلادهم. أما حنا صاحبي بنقول لكم بركة بركة، تونس ريتها تونس من بنزرت البرج الخضر، والله ما نبيعوا منها شبر، ريت شبر، شبر سفة متاع تراب ما نبيعوهاش. أما حسب الله ونعم الوكيل اللي فيهز فرنك من تونس، صح؟ بحسب الله ونعم الوكيل فيه اللي يهز فرنك من تونس، اللي خنب واللي هز بنقول له برك حاجه برك ديرها في بالك، حسب الله ونعم الوكيل وراك والله ماك مانع، بحول الله يجيبك يجيبك قانون التونس بحول الله.